أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة. وفي مداخلة له خلال افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية، أوضح الرئيس السيسي أن شبكة الطرق كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة، مشيرا إلى أنها لم تشهد في السابق أي تنمية. إن شبكة الطرق قبل أنا ما أجب أتولى المسؤولية كانت بتخدم يعني متخططة على 20-30 مليون، وعشان كده كانت مش ما بتلبيش لا تنميه ولا حركه. مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا تنميه ولا حركه. فاللي احنا بنعمله ده بنحاول نعمل شبكه تناسب ال 100 مليون ويمكن 10 سنين جايين كمان. بس انا هتوقف هنا عند حاجه. وهتستغربوا قوي من الكلمه دي، بس تخيلوا انا بحمي جسر الترعة بالطريق، مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. تخيلوا يا سادة يا مصريين ان احنا عشان نحمي الجسر ده والناس ما تبنيش عليه، اللي هو دي ارض دولة معمولة عشان الجسر ده، الجسر ده معمول عشان يحمي الترعة وما يترميش صرف في الترعة او في المصرف، لو انا مش كده يا دكتور مصطفى؟ او مخلفات يعني، يوم اضطر ان انا عشان احمي الجسر ده هو اللي اعمله طريق، صح كده؟ أيوة. نخدم طريق ونحمي الجسر بتاعت اللي هو جسر ارض دوله.